هذه شرطة موسس التابعة لإقليم كتالونيا، وهذه الشرطة الوطنية التابعة لمدريد توجد هنا لمواجهة أي احتجاجات مطالبة بانفصال الإقليم عن إسبانيا. برشلونة التي ما زالت تتذكر استفتاءها أواخر عام 2017 يدور فيها مجددا جدل الانفصال عن مدريد على خلفية إدارتها أزمة كورونا. أربع مراحل أعلنتها مدريد للخروج من أزمة الوباء، أضاف إليها الكتالونيون مرحلة خامسة تدعو للانفصال، أرسلت عبر رسائل نصية من أرقام مجهولة إلى هواتف المواطنين. ولمحاولة فهم الأزمة توجهنا إلى رئيس القسم السياسي في صحيفة أرا القومية في كتالونيا ديفيد ميرو. كورونا عمل على تعزيز الخلافات بين الجهات المختلفة. أنصار الاستقلال يقولون أن الحكومة الكتالونية كانت ستكون قادرة على مجابهة الوباء أفضل من الحكومة الإسبانية، وعلى الطرف الآخر الأحزاب التي لا تطالب بالانفصال تقول أن حكومة كتالونيا لن تساعد الحكومة المركزية. عمقت أزمة الوباء جراح الأزمة السياسية بين مدريد وبرشلونة، تشنجت المواقف وزادت الاتهامات بعد طرح الحكومة المركزية خطة الخروج من نظام الطوارئ الصحي الذي فرضه كورونا. تدرس الحكومة الإسبانية تخفيف القيود حسب المقاطعات الجغرافية، لكن مقاطعة كاتالونيا ومحافظاتها ليسوا تابعين بشكل مباشر للحكومة المحلية. هناك تقسيمات مختلفة في دوائر الصحة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. يسود القلق في مدريد من محاولة استغلال الكتالونيين أزمة جائحة كورونا لتحقيق حلم طالما انتظروه، الانفصال عن إسبانيا. من المفترض أن تتوحد الجهود في مجابهة الوباء، لكن الذي يحدث بين إقليم كتالونيا والحكومة المركزية في مدريد عكس ذلك. خلاف في إدارة الأزمة الصحية ذو خلفيات سياسية. معاذ حامد، العربي، برشلونة.